قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمد شاكر إن مصر لديها فائض في الطاقة الكهربائية ويتم التصدير للدول المجاورة. أشار الوزير أن مصر ستصل قدرتها من الطاقة المتجددة إلى 10,000 ميجا في النصف الأول من عام 2022. لا في انقطاعات تيار كهرباء ولا في اي مشكله، ده بالعكس، ده احنا عندنا الحمد لله دلوقتي فائض في الطاقه الكهربائيه وبنصدر منها الى دول الجوار، وبالعكس احنا بنزود ايضا من قدرات الرابطه عشان نقدر نزود قيمه التصدير الى الخارج. احنا برضه بقول لحضرتك مهتمين جدا بالطاقات المتجدده، بنعتمد بدرجه كبيره جدا على القطاع الخاص في الاستثمار في هذا المجال. احنا وصلنا يمكن في سنه النص الاول من 2023 هتصل القدرات المركبه في الشبكه من الطاقات المتجدده حوالي 10,000 ميجا، وده رقم كبير جدا في الفتره المحدوده ديت. وانا ارجو يعني ان احنا حتى نسابق البرنامج زمن العاملين لسنه 2035 ونصل الى اللي هي الاهداف بتاعتنا حتى قبل هذا الميعاد إن شاء الله.